يخص كيفية جهود الخدمات والبيئة، ثم كذلك تقوية البنية التحتية، خصوصا فيما يخص مرفق كذلك النظافة. المجموعة الثانية اقترحت مجموعة التمور. فيما يخص بطبيعة الحال ما يخص القضية ديال ماشي مقرر ديال التصحيح، كتصحيح ما يخص كيفية التجويد. الصالح عبارة هو أن أي تطور ديال أي مجتمع مهما كان، هناك واحد المراحل كتطبق على جميع المجتمعات. ما يخص المرحلة الأولى اللي تتعلق بالمعرفة، أنه أي إنسان ولا أي مجتمع خصو كمرحلة أولى من التطور ديالو ينطلق من المعرفة، معرفة الأمور، معرفة الأشياء، العلم بها. هذه كمرحلة الأولى كيعرف الأمور بأسمائها، وكيعرف أي شيء باسمه وكنيته وصفته. من بعد المرحلة الأولى المتعلقة بالعلم، تأتي المرحلة الثانية وهي المتعلقة بالتوعية، أي أن الإنسان تطرح على جوج أسئلتين، جوج سؤالين رئيسيين، كيقول ما هو الهدف من وجود هذا الشيء، ثم كذلك ما هي إيجابيات وسلبيات وجود هذا الشيء. هذو هما السؤالين الرئيسيين اللي نقولها أن الإنسان هذا راه كيوعي ولا واعي بهذا الأمر الشيء. من بعد المرحلة الثانية ديال الوعي تأتي المرحلة الثالثة هي السلوك، هو تغيير السلوك بشكل إيجابي تجاه أمر من الأمور. دابا الإشكال اللي كاين هو أزمة المجتمع حاليا خصوصا تتعلق بتغيير السلوك بشكل إيجابي تجاه أمر الأمور، سواء فيما يخص السير، سواء فيما يخص النظافة، سواء فيما يخص التعليم. من أجل تغيير السلوك هناك ثلاث طرق رئيسية. هو أن الإنسان يغير سلوكه انطلاقا من الضمير الإنساني، الضمير الإنساني تاعو هو اللي كيحفزو أنه يغير السلوك ديالو بشكل إيجابي تجاه الأمر. ثم الطريقة الثانية وهي القانون، أي أن القانون يلزم المواطن أو الشخص بتغيير سلوكه بشكل إيجابي تجاه الأمر. ثم القضية الثالثة هو المحفز الرئيسي الثالث وهو الوازع العقائدي أو الديني. كحال كالمسلمين منهم أو بطبيعة الحال الطائفات الأخرى المسيحية، لها أحكام تشريعية تنطلق منها من أجل تغيير سلوكها، ذلك بربط الإنسان الصالح، الإنسان الصالح من أجل تغيير السلوك. المهم كخلاصة طبقنا نفس المنهجية ديال تطور المجتمع وإصلاح المجتمع، طبقناه على قطاع من القطاع، كذلك ما يخص قطاع النظافة. بطبيعة الحال غنوصلوا لواحد الهدف الرئيسي وغنوصلوا لواحد النتيجة. داكشي علاش حنا طرحنا كمرحلة الأولى من أجل تجويد القطاع هو تعزيز توعية المواطنين من أجل تحقيق أهداف رئيسية. ثلاث أهداف رئيسية بسيطة جدا بطبيعة الحال، لا نرفعوا من السقف ديال الأهداف. هناك تشفيت النفايات انطلاقا من المصدر. هذا الهدف الرئيسي هو خاكي بين بسك ان الانسان ولا اي مواطن انطلاق من المنزل ديالو كياخذ النفايات ذات الطابع اللي ضد النفايات الخطر خصوصا لما تيهضر بينك. هذه كاينه قضيه صغيره بالتشفيت ديالها، راه كنحلو مشكل ديال الاخوان ديال الرباط في نفس الوقت كنحلو مشكل ديال انه شفنا الاكسيديا في الكورون ديالنا ولا في الحواليين ديالنا، وفي نفس الوقت كنقللوا من لوطوناج اللي كتجمع لنا لي كاميون ديال 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 النظافه. دونك نحققوا ثلاثه الاهداف الرئيسيه، ثلاثه المشاكل البيئيه بالاضافه للمشكل البيئي اللي كيكونوا من كثر الشجر. يعني انا واخا الاغلبيه ديالنا ما عارفينش الاستاذ الحكيم، المشكل القائم في المغرب حاليا هو الاكسيديا. سي ان بروبليم اللي كاين في المغرب باقي في مشكل ومازال بحال خيرو غير ضايع على ذلك. دونك هذا الهدف الاولاني ممكن نحققو به ونحلو به مجموعه من المشاكل. فيما يخص الهدف الثاني هو احترام برنامج مرشحين، هذا فقط، هذا فقط كمواطن الى احترم لنا البرنامج ولا الوائر ديال لا كونيكتور. يعني مثلا لا كونيكتور ديالنا من 10 الليل حتى 6 الصباح، مثلا غير الفتره المسائيه ما بين 6 تلتمني يخرجوا كاع كمواطن اللي يخرجوا من البلاد ديالهم، غنحققوا جوج الحوايج. اولها انه ما بقيش عندنا كاع مظاهر ديال الديبوردمون ديال الديشيون لافيا،
عمرنا نقاو هذوك المظاهر ديال انه كيطالبوا النفايات الحيويات ولا ولا ولا، حيت عندنا واحد القيد بسيط ومحدد هو باش كيقبل الانسان النفايات المنزليه تاعو. في نفس الوقت كنحلو المشكل الثاني وهو الظاهره اللي عندنا ديال المغرب بطبيعه الحال الدول الناميه الكل، هي مشكل ديال النشالين. النشالين بطبيعه الحال الاخوان البسطاء اللي كيقلبوا على الماتيغ بسيطه بطبيعه الحال البسيط باش يدخلوا النموذج ديالهم. هادشي غير احتراز ديال المغرب، ما يبقاوش يتورطوا بها الناس هادو هاد الشالي وسط النهار ويقول لنا يحيي لنا البار ويبدلوا لنا ويخويا النفايه باش يقلب على هاد الماتيغ بسيطه باش يحقق منها موارد ماليه.